FM. الكلمة ليك. خلينا نجرب طاو من دور الصحفي اللي ورا الميكرو اللي قاعد يحكي. ما فماش صحفي رياضي في تونس ما عندوش جمعية، مهما كانت الجمعية اللي أنا نحبها، لكن أنا ما نحبش نهار نمشي البارك نتاع جمعيتي باش نتفرج في جمعيتي اللي نحبها، اللي معناها ديبلاسيت على خاطرها، اللي شجعتها، اللي بكيتني، اللي فرحتني، نلقى الأمن يمنعني أني نتفرج الجمعية اللي نحبها. الجمعيات في تونس الكل هما ملك. خليني يا أمير هنا بالله، جبت كلمة بدك تبكي القلب دم، معناها فهمني، هاتيك الصحة. صحيح قبل نحن في الجامعة نذكروا في العهد القديم كنا نخرج ونقولوا لا دراسة تحت الحراسة، ورفضنا الأمن الجامعي ومن ذلك. توا ما راعنا بعد ثورة في هالبلاد ولات سيونس دونترينمون عادية تحت حراسة أمنية. هذا شيء لا يليق بتونس، لا يليق بالنادي الإفريقي، ولا يليق بمن دعا للأمن. لأنه خلنا نعطيك معطيات. البارح جمهورنا مشى يرحم والديه ومعبيت باش تتفرج، باش توصل ميساج الجوارات عادي بكل تحذر، مشيو عادي موجودين غادي. كان بعد تليفون من احد المسؤولين ما نعرفوش شكون ادعاء الامن اللي جاء باش يخرج، مانيش عارفين كيفاش قالوا لهم هما لا فيرسيون، معناها ايش عملوا. انا نعطيك الفيرسيون، قالوا لهم تخرجوا طو انت ريت تقعد. لا نعطيوك التليفون كيفاش مشى، شنو حكى الامن. انا عندي سؤال قبل ما نحكيوا الحكايه هذه. البارك نادي الافريقي ملك شكون؟ بلدي؟ لا، جماهير نادي الافريقي. بيان سور، لا معاك، لا معاك ملكيه معنويه، بيان سور ملك الجماهير نادي الافريقي، هذيك دارهم. لكن تجي تقول لي هنا الملك المعنوي هذيك دار النادي الافريقي ودار جمهور النادي الافريقي، لازم يكون غاديك. ما البارك لم تدخله توا، البارك ارض بور كما يقولوا، البارك توا يبكي حاله. ادخل انت تدخل تلقى لوتيل، ومن بعد تلقى الاستاد البرانسيبال، معناها الملعب الرئيسي اللي ترينوا فيه. شوف حالته هو كيفاش، جبولات خير منه، ما تنجمش حتى تمشي بيه على ساقيك. وسمعنا مؤخرا ورينا تصاور تاع تراكس ورينا تصاور ما الى ذلك، لكن بارامون العاده توا ولات الموضه في النادي الافريقي انه تعمل سيلفي وتعمل تصويره وتتعدى جوست كي بور كالمي الاجواء، مي الاشغال الحقيقيه ما انطلقتش. وما فماش بارك اللي كي نرجع انا برغم باش تعدينا في النادي الافريقي يقعد ديما كيما قلت هذيك الدار الناس الكل. ما رار مو كنا نخرج قبل حتى في الفترات، اللهم يبدا فما بارتي دربي ولا بارتي كبيره يمشي يعملوا ثلاث ايام في قمرت. فهمت؟ توا ولات عاده انه اليوم في باردو، اليوم قالوا باش يعملوا السيونس دانترينمون. ولا من يعرف كيف كوا في الكلوب نعاودوها. هذا نوجوه السؤال، هذوما مجموعه الفواشل هذوما اللي ما حبوش يفهموا رواحهم. شكون هم؟ اللي شادين النادي الافريقي. اللي هم؟ من الرئيس والهيئه المديره والهيئه التنفيذيه. هذوما ناس وصلت الهيئه التنفيذيه هذيا العاشره ولا قداش اللي تتنصب. سي با ماهيش تغيير في الاسماء. الناس اللي ما حبتش تفهموا، لكن اللي سامعني سامير اسكو نبدلوا الاسماء نحن ونفس السياسه المتبعه، الولاء الى الرئيس قبل الولاء الى الجمعيه. هنا نعطيك حاجه، سوم قاعدين في مسؤوليه في النادي الافريقي، هو ولائك للرئيس مش ولائك للجمعيه. هذا مالوروزمون اللي قاعد يصير. الناس يلزمها تخدم ويرضى عليها الرئيس باش تقعد في المنصب نتاعها. كل واحد يدخل مسؤوليه يعرف هذيك، يولي يمشي يخدم مع الرئيس ويطيعوا طاعة عمياء تنتفي الشخصيات. ما عادش عنده حتى واحد عنده شخصيه، ما فماش انيسياتيف بيرسونيل برغم انهم دي كومبيتونس. وكلوب يستي ما قلنا حتى شيء، جماعه برا تراهم تقول وصاب يشد وقتاش منصب في الكلوب، اون فوا دخل يولي تابع التيار. لا موني لا دوفيز غاديك هي الطاعه، الطاعه للرئيس. البارح اللي صار هل تراه انت مقبول؟ اللي هو اخراج جماهير النادي الافريقي من طبعا غير مقبول ونرفضه بكل شده. انتم كرابطة احباء النادي الافريقي ندينوا شيء هذا، ندينوا شيء هذا، ونحن تحسرنا انه ثلاثه من احباء النادي الافريقي يقع ايقافهم بون لمده بسيطه ومن بعد تسيبوا. مهما يكون وقع هنا خرجت مالي الدار من دارهم. مهما يكون وين تترانا النادي الافريقي، من حق جماهير النادي الافريقي انها تواكب تكون موجوده مهما كانت. حتى كان عمه كل جمهور رياضي من حقه يتابع جمعيته. انا كي نشوف توا تصاور نتاع خمسه وست سنين التالي كيفاش كنا في البارك وعندنا غنيه نقولوا باركنا معبي اكثر من استاداتهم. بيان سور سان كلاش كونتر الجمعيات الاخرى. كان البارك يملي ويعبي، كانت السيونس دونترينمون تفوت ل 10,000. راهو الناس كانت تجي وما كان يصير حتى شيء، وبالعكس كان فما ذاك الضغط ايجابي ويحفز الجوارات وكان نعديو الميساج نتاعنا ما يخوفوش. سمعنا جمهورنا ماهوش مجرمه، جمهورنا ناس تفهم وتحب الجمعية خير من اللي شادين. كابا فهم الكلمة ليك.